اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هذا هو الاهلي، هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي فريق اخر. الاهلي لا يعرف المستحيل حتى في الدقائق الاخيره، حتى وهو مهزوم بهدف مقابل شيء. النادي الاهلي النهارده كسب الجونه في مباراه هايله جدا ومباراه رائعه جدا للنادي الاهلي ولفريق الجونه الحقيقه الذي يستحق كل التحيه وكل التقدير للكابتن حماده صدقي المدير الفني لفريق الجونه. ولكن هذا هو الاهلي وهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي، عشان كده دايما بقول لحضراتكم هنفضل ماشيين في طريقنا، مش هنبص للمهاترات الجانبيه سواء من اليمين او من الشمال، هنفضل زي ما احنا دايما، وهيفضل جمهور النادي الاهلي واقف ورا لعبته وواقف ورا جهازه الفني. ان شاء الله ان شاء الله استنى بقى في نهايه الدوري ونشوف ايه اللي هيحصل. كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي في المباريات القادمه، ولكن مباراه رائعه بكل المقاييس للنادي الاهلي خصوصا في النص ساعه الاخيره من الشوط الثاني. هنتكلم مع ضيوفنا، ولكن خلوني اقول لحضراتكم